السيدة حبيبة الإدريسي رئيسة تعاونية الأدارسة للنسيج مدينة الخميسات. بالنسبة لهذه المشاركة ديالنا في هذا المعرض المتواضع فهي كانت كفكرة. الفكرة جات بها السيدة المندوبة السيدة تانية الشرفي، جات بها السي جليل السبتي، رحب بالفكرة والبنك الشعبي مول الفكرة واختاروا ديزاينور سي جميل بناني وخدمنا انسومبل حنا وياه، حنا تعاونية الأدارسة وجوج تعاونيات، تعاونية النجاح وتعاونية السعادة اللي تعلق على العرعار. صافي خديناها كتحدي، يعني حنا كنا كنخدموا زرابي بستيل قديم، زربية ما فيهاش واحد الميتراج وصافي والرقم كما العادة، كنديروا الألوان كنخرجنا من الألوان كذا كذا، ولكن الستيل اللي تعلمناه دابا من السي جميل بناني فهو ستيل جديد، هو كيواكب التكنولوجيا والتطور ديال هذا الوقت، ولكن احنا محافظين على الموروث ومحافظين على الثقافة ديالنا الأمازيغية. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.